بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي في حصة جديدة في مكوني القسط والحكمة. وسنلاحظ أن هناك تكامل بين أهداف القسط والحكمة. فالقسط يعرفنا على مختلف الحقوق، والحكمة تعني إصلاح النفس والارتقاء بها لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع. فلنفتح أبنائي الكتاب المدرسي على الصفحة 59. عنوان درس القسط هو أقدر الآخر وأحترم رأيه. أهداف الدرس: أن أتعرف على معنى الرأي، أن أقدر زملائي وأحترم آراءهم رغم اختلافي معهم. وسنقرأ وضعية انطلاق الدرس: خلال انتخاب مكتب التعاونية المدرسية سيرت سعيدة الانتخاب، ففرضت رأيها ولم تترك مجالا للحوار والاختيار الحر للأعضاء، ولم تحترم رأي الآخرين. فماذا كنت سأفعل لو كنت مكان سعيدة؟ سنصل أبنائي إلى الجواب من خلال قراءتنا وتدبرنا للآية والحديث أمامنا. قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أول شيء سنقوم به أبنائي هو تصحيح خطأ يوجد هنا أمامنا. هاتين الآيتين ليست من سورة الليل، وإنما من سورة العلق. نصحح بقلم الرصاص ونمر إلى الحديث الذي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بالنسبة للآيتين أبنائي، سبق لنا أن شرحناهما. بالنسبة للحديث فهو تأكيد على أخوة المسلمين من الناحية الدينية. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ويدعو كل مسلم أن يحفظ حق أخيه المسلم، وذلك بأن يدفع عنه كل ما يضره. فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يتخلى عنه وينصره ويعينه، ولا يحقره، أي لا يستصغره أو يحتقره وينقص من شأنه. والسؤال هو: ما نوع السلوك المذكور في الآية الكريمة؟ السلوك المذكور هو الظلم والتجبر الذي يمارسه الإنسان على من يختلف معه في الرأي أو الدين، كما فعل أبو جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد منعه من الصلاة لأنه يختلف معه في الدين. السؤال الثاني: إلى ما يدعو الحديث الشريف؟ نعم أبنائي، يدعو إلى حفظ حق المسلم وعدم ظلمه وعدم احتقاره، وإعانته ونصرته إذا أمكننا ذلك. السؤال الثالث: كيف يعامل صاحب هذا السلوك غيره؟ إذن صاحب هذا السلوك، ونعني به الذي لا يحترم رأي الآخر، هذا الشخص يفرض عليهم أسلوبه في العمل، ولا يسمح لغيره بالتعبير عن رأيه، ويسخر ممن يخالفه الرأي، وهذه كلها أعمال منافية لسلوك المسلم الحق. فلنتعرف أبنائي على بعض الحقوق ونميز بينها. السؤال هو: أحدد العبارات التي أوافق عليها من بين ما يأتي. اختلاف الرأي يكون في الأمور الاجتهادية. لا، قد يكون في أمور متعددة. أسمح لغيري بالتعبير عن رأيه وإن كنت مخالفا لهذا الرأي أو مختلفا معه في الرأي. نعم،
أفرض رأيي على أصدقائي في مسألة من المسائل. أحسنتم، لا، الناس لا تختلف آراؤهم حول الحق والباطل. نعم، غالبا أسخر من رأي زميلتي وأنتقص من قدراتها الفكرية. طبعا لا، أقدر الآخر وأحترم رأيه وطريقته في التفكير. نعم، أتنازل عن رأيي إذا تبين لي أن رأي غيري صواب. نعم، اختلافي مع صديقي في الرأي يقودنا إلى الخصومة. لا، سؤال الأخير، أحدد موقفي وأختار. عندما أجتمع مع زملائي وزميلاتي لإعداد مجلة القسم، أقوم بالمهام وحدي. طبعا لا، هذا احتكار للعمل وتنقيص من الآخرين. ثانيا، أعرض عليهم بحوثي لمدارستها. نعم، أستمع إلى آرائهم وأناقشها. نعم صحيح، أغضب ممن خالفني في الرأي. لا، أفرض عليهم أسلوبي في العمل. لا، أقدر مشاركة الجميع. نعم أبنائي، إذن من خلال كل ما تعلمناه من هذا الدرس أبنائي، سنجيب عن السؤال الذي بدأنا به، السؤال المطروح في الوضعية: فماذا كنت سأفعل لو كنت مكان سعيدة؟ نعم أبنائي، ماذا ستفعلون؟ أحسنتم، ستتركون المجال للحوار وتحترمون رأي الآخرين. أحسنتم، وتستمعون إليهم وتأخذ بجميع الآراء وتناقشها. نعم، إذن هذا هو ما يجعلك تحترم الآخر وتحترم رأيه وتقدره، لأن تقدير الآخر واحترام رأيه يسهلان التواصل والتفاهم. وهذا ما سندرسه في الجزء الثاني من هذه الحصة من مكون الحكمة، وهو بعنوان: أحسن تواصلي مع الآخر.